أما هؤلاء لا، لحية سلفية وثياب سلفية وداء سلفية وهو تكفيري. هذه التكفير غريبة جدا صعبة. فالآنهم يعيشون في أوساط السلفيين وباسم السلفية وتقول تكفيري، يقول لك لا، تقول تكفيري، تقفيري حاربة حاربة، تقول ليش كل أنا قطبي وأخذ ضد المحترق. فعندهم هذا المنهج. فإذا سألت تكفيري يقول لك لا، سيطلب تكفيري يقول لك لا، مع أن الكتب غنية عن التكفير الواضح ليش، بل هو يفسد الجزية. شاهد أعيد لكم أنه لا يجوز في هذا الجو الذي يحصل فيه بس بارك الله فيك على الناس ويلتبس فيه الحق بالباطل والكفر المخرج من الملة بالكفر الذي هو المعصية التي لا تخرج عن الملة. لا ينبغي لمن يتقي الله عز وجل أن يستخدم هذه الألفاظ. وهذا ما أكثر هذا.